إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة زاد. في حلقة الليلة نستضيف الدكتور محمد رمضان، أخصائي الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر بمركز المشفى الصحي بالراكة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور حسين، أهلا بمشاهدي قناة زاد وببرنامج قناة زاد ومشاهدين برنامج قناة زاد. أهلا بك. أهلا بك. الإخوة والأخوات يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتساب بإرسال أسئلتكم واستفساراتكم النصية، أو من خلال الاتصال المباشر بالأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا. حلقة الليلة سنتحدث فيها عن الغدة الدرقية واضطراباتها. نبدأ مع ضيفنا دكتور محمد. أهلا بك دكتور. أهلا بك. بالنسبة للغدة الدرقية، الغدة الدرقية تعتبر أكبر الغدد الصماء الموجودة بجسم الإنسان، ولازم نعرف المشاهد يعني ايه الغدة الصماء او الغدد الصماء. طبعا تخصصكم الغدد الصماء نسمعها كثيرا، لكن ما طبعاً هي؟ الغدد الصماء هي الغدد اللي بتفرز مادة، وهو المادة اسمها الهرمون، داخل مجرى الدم بدون قناة. يعني بتفرز الهرمون داخل مجرى الدم الجسم بدون قناة. دي تختلف عن الغدد الغير صماء اللي بتفرز مواد خارج سطح الجسم بقنوات، ودي مثال عشان نفهم المشاهد، الغدد اللعابية، الغدد اللبنية، غدد التعرق، كل دي بتفرز ده بقناة، بيبقى بوجد قناة ويبدأ الإفرازات بتاعتها تبقى خارج الجسم. يعني عندما نقول غدة صماء، أي هذه الغدة لا يوجد لها أي قناة تخرج منها إلى مكان معين في الجسم؟ لا، ما فيش قناة، أنت الهرمون بيفرز حضرتك داخل مجرى الدم على طول. طيب مثل ماذا الغدد الصماء دكتور؟ طبعا في طبعا الغدة الدرقية، الغدة الجار درقية، الغدة النخامية، الغدة الكظرية، غدد المبيض وتعتبر غدد لانها بتطلع هرمونات الانوثه، غدد الخصيتين برضو بتطلع هرمونات الذكوره، كل دي تعتبر من الغدد الصماء الموجوده بالجسم. جميل. والغدد غير الصماء مثل الغدد اللعابيه، الغدد اللبنيه، غدد التعرق، لانها لها افراز خارج الجسم، في افرازات بنشوفها. ما حدش عمره شاف افراز للغدد الدرقيه، ولكن شاف افراز للغدد اللعابيه، شاف للغدد التعرق، شاف للغدد اللبنيه، كل دي لها افرازات خارج الجسم، خارج سطح الجسم. جميل. طيب دكتور، الغدة الدرقية كون أنها هي أكبر غدة كما ذكرت لنا، ما هو دورها في الجسم؟ الغدة الدرقية هي من أهم الغدد اللي موجودة بجسم الإنسان، وأعتقد كل الغدد الصماء مهمة، لأن الهرمون ده بيشتغل على جميع أنواع الأنسجة وخلايا الجسم. الغدة الدرقية بالأخص هي مهمة للتمثيل الغذائي وضبط مستويات الطاقة بالجسم وضبط مستوى الحرارة بالجسم، وهي تؤثر على جميع خلايا وأجهزة الجسم بالأكمل. يعني هي غدة ضابطة للتغذية ولحرارة الجسم ومستوى الطاقة. مستوى الطاقة والتمثيل الغذائي أهم شيء، التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي. طيب إحنا نعرف طبعا مكان، يعني كمعلومات عامة، مكان الغدة الدرقية في الرقبة. تمام. لكن أين تحديدا؟ الغدة الدرقية هي بتبقى موجودة في الرقبة، بتبقى أمام القصبة الهوائية، مرتبطة بعظام الحنجرة تحت تفاحة آدم على طول. حضرتك هي بتبقى شكل الغدة الدرقية شكلها شكل الفراشة مفرودة الجناحين، عندها لها فص أيمن ولها فص أيسر، والفصين مرتبطين بما يسمى جسر الغدة الدرقية أو برذخ الغدة الدرقية، اللي هو باللغة الطبية الثيرويد إزمس. هذه لدينا دكتور صورة على الشاشة الآن هنا، زي ما بقول حضرتك هنا هي شكل الفراشة، طول الجناحين الفص الأيسر والفص الأيمن، وما بينهم هنا برذخ الغدة الدرقية اللي بيحصل اتصال ما بين الفصين للغدة الدرقية. هنا زي ما انت شايف حضرتك الحنجرة بتبقى متصلة مع الغدة الدرقية، الحنجرة اللي هي في العظمة العلوية. العظمة العلوية. القصبة الهوائية هي الأنبوب الطويل اللي خلف الغدة الدرقية، هو ده القصبة الهوائية. وهنا ده اللي عرفنا ليه لما الطبيب بيفحص الغدة الدرقية بتلاقيها بتتحرك مع البلع، لأنها متصلة مع عظام الحنجرة والقصبة الهوائية. معناه هو الطبيعي أن تتحرك هذه الغدة صعودا ونزولا مع البلع.
لازم صعودا ونزولا لانها متصله بعظام الحنجره، ودي حاجه مهمه في الفحص هنقولها ان شاء الله في الحلقه النهارده. طيب هل هناك فرق دكتور بين الفص الايمن والايسر وما بينهما، او كليهما نفس الشيء؟ كل الغده الدرقيه كلهم ما فيش اي مشكلة. نسيج واحد ليهم خلايا، والخلايا دي بتصنع هرمونات وبتفرز الهرمونات داخل مجرى الدم. جميل. طيب دكتور بالنسبه للغده الدرقيه هذه كيف يتم وزنها في الجسم والتحكم فيها؟ الغدة الدرقية هي زي ما قلنا اللي هي مسؤولة على التمثيل الغذائي، بتفرز هرمونات. الهرمون اللي بتفرزه أو المادة واسمها هرمون بيأثر على خلايا الجسم والأنسجة. الهرمون اللي بتفرزه 80% بتفرز هرمون اسمه الثايروكسين. الثايروكسين هو 80% بيفرز من الغدة الدرقية بصورة غير نشطة، ويبدأ يتنشط عند خلايا أو الأنسجة. يعني أول هرمون 80% بتفرزه الغدة الدرقية الثايروكسين. يعني الثايروكسين يفرز من الغدة الدرقية يكون غير نشط عندما يلامس الخلايا يبدأ، يعني 80% جميل. ال 19% اللي بعد كده هي الهرمون النشط، وهو يسمى بالتي 3 التراي أيودو ثايرونين. تي 3 تراي أيودو ثايرونين، وبخاص بقول تي 3 لأن المرضى بيشوفوا ده في التحليل. نعم. بيشوفوا تحليل تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. نعم. وهو ده اللي هنتكلم. الهرمون الثالث الثاني اللي هو 19% وهو هرمون التراي أيودو ثايرونين التي 3 بيفرز في صورة نشطة. الهرمون ده نشط، هذا يفرز جاهز للاستخدام، جاهز للاستخدام نشط. ال 80% بينشطوا عند الخلايا أو الأنسجة. والواحد في المية دايما يتنسى، ودايما في البرامج بينسوا اللي هم يقولوه، وهو هرمون الكالسيتونين. هرمون الكالسيتونين هو بيساعد الغدة الجار درقية لضبط مستويات الكالسيوم بالجسم، وده هرمون بيطلع من الغدة الدرقية. جميل. الجار درقية أين موقعها هذه دكتور؟ الجار درقية موجودة حضرتك بتبقى في الفصين، الفص الأيمن والفص الأيسر من الجهة العلوية، في غدتين صغيرين اسمهم الغدة الجار درقية، وهي المسؤول الرئيسي على ضبط مستوى الكالسيوم بجسم الإنسان. ضبط مستوى الكالسيوم في جسم الإنسان. وهل لهم ارتباط مباشر بالغدة الدرقية؟ أو هذه تعمل لوحدها وهذه؟ لا، دي تعمل لوحدها ودي تعمل لوحدها. إذن لا ارتباط بينهم، لو حصل اضطراب في الغدة الدرقية لا يعني أن هناك، في بعض الحالات عند مع الجراحة للغدة الدرقية بيحصل مشاكل مع الغدة الجار الدرقية عند الجراحة، ولكن في طريقة عملهم كطبيعة الإنسان أو الفسيولوجي للإنسان ما لهمش علاقة ببعض. جميل. معناها الآن لدينا ثلاث هرمونات من الغدة الدرقية، الثايروكسين والتي 3 والكالسيتونين. هذه الثلاثة. موضوع الحلقه النهارده احنا هنتكلم على هرمونات الغده الدرقيه اللي هي اهم الهرمونات اللي هم ال 99% وهو التي 3 والتي 4 وهو هرمون الغده الدرقيه. جميل. طيب دكتور لو اتينا الان هذه لمحه عامه عن الوظيفه الطبيعيه للغده الدرقيه، لناتي الان الى موضوع حلقتنا اضطراب الغده الدرقيه. ما هي الاضطرابات يعني كتعداد التي ممكن تصيب الغده الدرقيه؟ طبعا احنا هنتكلم عن الاضطرابات في موضوع كان مهم لازم اتكلم فيه قبل موضوع الغده الدرقيه، هو الغده الدرقيه ايه اللي بيسيطر على الغده الدرقيه. في صوره معانا هنشوفها دلوقتي عباره عن الغده النخاميه. سبحان الله، غده صغيره جدا في جسم الانسان موجوده في المخ، وهي هي دي الصغيره اللي عليها الدايره السوداء دي حضرتك. تخيل الغده دي حضرتك هي المسيطر الرئيسي لجميع غدد الصماء جسم الانسان، هي المسيطر الرئيسي، هي اللي بتقول لكل غده تشتغل امتى وتوقف امتى. هذه كانما هي ام الغدد، ام الغدد زي ما بيقولوا. تخيل سبحان الله، هي ده الفص الصغير جدا اللي عليه الدايره السوداء ده وموجود في المخ، هو ده اللي بيسيطر على الغدة الدرقية بإفراز هرمون اسمه الهرمون المحفز للغدة الدرقية. من الغدة النخامية بيفرز هرمون، هنشوف الصورة اللي بعدها، بيفرز هرمون اسمه الهرمون المحفز للغدة الدرقية. الهرمون ده بيبدأ يشتغل على الغدة الدرقية عشان تطلع لنا التي 3 والتي 4 اللي هما الهرمونات الغدة الدرقية. أي أن الغدة الدرقية لا تعمل من تلقاء نفسها. أي حضرتك الصورة هي. نعم، الغدة النخامية هي التي تحفز الغدة الدرقية. نفس زي ما احنا شايفين، الغدة النخامية اللي هي اللي فوق خالص دي الصغيرة دي اللي طالع منها هرمون بالسهم الأسود للغدة الدرقية بتقول لها طلعي لي الهرمونات دي التي 3 والتي 4 بالأخص. طيب تخيل حضرتك لو زاد نسبة التيس الهرمونات الغدة الدرقية عن الحد الطبيعي لجسم الإنسان، الغدة النخامية جالها إشارات توقف الهرمون المحفز للغدة الدرقية. هي اللي بتسيطر عليها من الألف للياء. أي أن الغدة الدرقية هي منتج فقط، منتج ولا تفكر. لن يفكر هي الغدة النخامية. الغدة النخامية. طيب الآن في هذه الشريحة تقريبا تضح لنا ما هو TSH. يعني إن كان يتابعنا مرضى غدة درقية فهم يعرفون TSH T3 T4. TSH هو الهرمون المحفز للغدة الدرقية. جميل، ممتاز جدا.
طيب هذه معلومة قيمة. إذا ما الاضطرابات التي قد تحدث للغدة الدرقية دكتور؟ من أول الاضطرابات اللي هنتكلم عليها وهي نشاط الغدة الدرقية أو فرط في هرمون الغدة الدرقية، وده ليه أسباب طبعا. الفرط في هرمون الغدة الدرقية اللي هو فيه هرمون، عشان المشاهد يفهم، فيه هرمون زايد في الجسم عن الحد الطبيعي، يعني الغدة الدرقية بتفرز الهرمون في مجرى الدم أكتر من الطبيعي، الهرمون اتزاد، وبالتدريج كلما الهرمون يزيد كلما الأعراض تزيد. أها، هذا نشاط الغدة الدرقية. نشاط الغدة الدرقية. ومن الاضطرابات الأخرى نريد أن نعدد الاضطرابات بالجملة ثم نأخذها واحد واحد و تمام. ندخل في تفاصيل. الاضطراب الآخر وهو قصور بالغدة الدرقية. قصور. القصور يعني الهرمون الغدة الدرقية اللي بيطلع من الغدة الدرقية في قصور، ما بيفرز بالحد المطلوب، أقل من معدلاته الطبيعية. جميل. بعض الأمراض الأخرى زي التهابات الغدة الدرقية. التهابات الغدة الدرقية، ودي هنتكلم عليها إن شاء الله في موضوعنا في الحلقة. جميل. أورام الغدة الدرقية وتضخمات الغدة الدرقية، الحميد أو الغير حميد السرطاني لقدر. هذه أبرز الأشياء التي تصيب الغدة الدرقية. طيب لنبدأ في أول اضطراب منهم اللي هو نشاط الغدة الدرقية. نشاط الغدة الدرقية، حضرتك نشاط الغدة الدرقية زي ما قلنا في نسبة الهرمون أكتر من معدلاتها الطبيعية في الجسم، ليه أسباب طبعا. أول سبب وهو أشهر سبب ويمثل 40-60% بالأخص في الوطن العربي، في بعض البلاد الأخرى ممكن يزيد عن كده، يوصل من 60-80% زي الولايات المتحدة، بيوصل النسبة أعلى، يعني بتختلف من بلد لبلد، ولكن النسبة الطبيعية اللي بنقراها واللي بنعرفها في بلادنا هي من 40-60%، يعني أكتر من النص. ما هو هذا السبب؟ وهو مرض مناعي ذاتي اسمه مرض جريفز. مرض جريفز اسمه جريفز. مرض جريفز أو بالطب جريفز ديزيز، وهو مرض جريفز ده مرض من الاضطرابات المناعية الذاتية، يعني عشان كده موضوع الغدة الدرقية بيتوارث في العائلات وموجود متوارث في العائلات. دايما العيلة اللي بيبقى فيها مريض الغدة الدرقية لازم تلاقي قرايب أو مقربين، يعني من القرايب من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية مصابين بأمراض الغدة الدرقية بذات المشكلة أو لذات السبب اللي هو مرض جريفز. طبعا هو الذي ينتقل معهم. ممكن طبعا. طيب هذا السبب يعني بيت القصيد أو السبب الأهم. الأهم 60% تقريبا. 60%، وطبعا زي ما احنا عارفين أمراض الغدة الدرقية بتبقى 7 مرات أكتر في الإناث أكتر من الذكور. 7 مرات في الإناث. معظم المرضى إناث، يعني معظم المرضى سيدات مرضى الغدة الدرقية، بنشوف طبعا رجال ولكن النسبة بتبقى 7 مرات أكتر من الرجال. المرض الثاني اللي بعد مرض جريفز اللي هو التهاب المناعي الذاتي، أو سوري، المرض مناعي ذاتي لمرض جريفز، وهو تضخم الغدة الدرقية السام متعدد العقد. يحصل تضخم في الغدة الدرقية. نعيد حبة حبة دكتور. تضخم الغدة الدرقية السام متعدد العقد. العقد. تضخم الغدة الدرقية السام متعدد العقد. في اللغة الإنجليزية ممكن بعض الإخوة أو الأخوات يعرفون التشخيص حتى نربطه له. تمام، اللي هو التوكسيك مالتي نودل جويتر. جميل. التوكسيك مالتي نودل جويتر او بيحصل تضخم في الغده الدرقيه، نبسط الامور عشان الكلام ما يبقاش صعب على المريض. بنبسط الامور، هو بيحصل تضخم للغده الدرقيه وبيحصل فيها عقد بسيطه زي نتوءات بسيطه في الغده الدرقيه، والنتوءات دي بتبقى سام. كلمه سام معنى اللي بتطلع هرمون للغده الدرقيه افراز فوق الطبيعي. فوق الطبيعي. جميل. هو ده كلمه سام، مش بيحصل تسمم. سام اللي هو افراز اكتر من الطبيعي. هذا السبب الثاني بعد جريفز. بيمثل حوالي من 15-20%. 15-20%. ويكون في تضخم في الغده في هذا. يكون في تضخم في الغده. تضخم في تضخم في الغده طبعا. الاسباب الاخرى. السبب الرئيسي الثالث وهو برضه بيمثل 15-20% وهو الورم الحميدي السام للغده الدرقيه، او بالطب اسمه توكسيك ادينوما. الورم الحميدي السام، سام برضه يعني زياده في افراز الهرمون الغده الدرقيه، عشان برضه الناس ما تتخضش او المريض ما يتخضش، في زياده في افراز الهرمون الغده الدرقيه عن المستوى الطبيعي، وهي بتسميها الورم الحميدي السام للغده الدرقيه، وده بيمثل من 15-20%. طيب معناها اي مريض او مريضه نشاط فرط نشاط في الغده الدرقيه، معناها احد هذه الاسباب لابد ان يكون موجود لديهم. طبعا لابد. طبعا، وهو اول حاجه زي ما قلنا مرض جريفز ده اللي هنقول اعراضه. طيب ما هي الاعراض؟ ما دام الان لدينا هرمون المفروض يكون في معدل اكس بشكل طبيعي اصبح يفرز في الجسم بشكل اعلى من الطبيعي، ما الذي يبدا يشعر به الشخص؟ زي ما احنا قلنا في اول الحلقه، ده هرمون بيشتغل على جميع او يعني وظيفته جميع اجهزه وخلايا الجسم، فالاعراض هتبقى جميع وظائف وخلايا الجسم هتتاثر بزياده هرمون الغده الدرقيه. يعني الاعراض عموميه وليست في محدوده في منطقه معينه. محدوده في كل المناطق.
المريض هيشتكي من كل المناطق، وزي اطباء الغدد الصماء يقول لك المريض هيشتكي من شعر الراس للقدمين. مفيش خليه في جسم الانسان مش هتتاثر هرمون الغدد. مثل ماذا دكتور الاعراض تبدا؟ اول الاعراض اللي بنشوفها طبعا الاعراض بتختلف عن زياده في الهرمون، يعني كل ما يزيد الهرمون اكتر فالاعراض بتبقى تدريجيا بتزيد معنا. اول حاجه بنشوفها وهي الاعراض العصبيه، يعني بنلاقي رعشه في الايد، حركات لا اراديه، التعصب الشديد الغير طبيعي، وبشد على موضوع الغير طبيعي، يعني اهل البيت هم اللي بيشتكوا للمريض، لا غريب في حاجه جديده، تعصب غير عادي غير طبيعي، كلنا بنتعصب وكلنا عندنا العصبيه وكلنا في اوقات، مش معنى ذلك ان احنا عندنا الغده الدرقيه. التعصب الشديد الغير طبيعي، يعني لا يوجد سبب محفز للعصبيه، يكون الشخص متاهب طول الوقت تقريبا، متاهب طول الوقت، بس ده بيحصل عاده في الحياه العامه، بس ده باستمرار وعلى فترات طويله، لدرجه ان اهل البيت بياخدوا بالهم المريض في حاجه غريبه، في شيء جديد موجود مش طبيعي. النحافه والنقص في الوزن بصوره غير طبيعيه، نقص في الوزن بصوره غير طبيعيه، مع ان الشهيه ما فيش اي مشاكل فيها، والمريض بياكل كويس جدا والاكل بتاعه كويس جدا، ولكن في نقص في الوزن بيصل من 5 ل 10 و20 كيلو كمان في الشهر. لا في خلال الشهرين، ممكن في الشهر يوصل 5 كيلو و10 كيلو، ومع ان الاكل بتاعه مظبوط وبياكل وجباته والشهيه بتاعته ما فيهاش اي مشاكل. لا تزيد الشهيه. لا تزيد الشهيه. طيب معناها نقص في الوزن، رعشه، عصبيه زائده، وماذا كذلك ممكن يكون؟ بن 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 بنتكلم تاني بعد كده على جهاز القلب، وهنا مهمه جدا، وهي اضطرابات وعدم انتظام ضربات القلب وسرعه في ضربات القلب، ويمكن دي من اول الشكوى اللي احنا بنشوفها للمريض، سرعه في ضربات القلب وخفقان بالقلب وعدم انتظام بضربات القلب. وساعات بتبقى هي الشكوى دي هي ممكن تشخيص لمرض زياده في هرمونات الغده الدرقيه. بتكون دكتور عفوا هذا الاضطراب يكون على شكل هجمات او ياتي ويذهب، او لا تكون مستمره؟ بتكون مستمره، لان الهرمون زايد في الجسم، لو الهرمون بيزيد ويقل في الجسم كنا هنشوف الاضطرابات، بتبقى مستمره. الشخص دائما يشعر بخفقان وزياده في ضربات القلب، يعني لما بتقيس ضربات القلب الطبيعي بتاعها اخر طبيعي لها 99 بتبقى اكتر، بتوصل ل 120 وال 100 وثابته على هذا الحد، وثابته وبتزيد ساعات اكتر من كده. وبعض الاحيان بيبدا يحصل عدم انتظام في ضربات القلب، وده امر برضو طارئ، وده ممكن يروح المستشفى يشخصه اللي هو عنده هرمون الغده الدرقيه زايد بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وبتحصل كتير. جميل، هذا بالنسبه للقلب. جهاز القلب، جهاز التنفس بيحصل طبعا ضيق بالتنفس، جهاز الهضمي. عذرا دكتور حتى لا تؤخذ بعض المعلومات بشكل مثلا مجتزأ، ضيق في التنفس هل مثل اي ضيق او هناك شيء يميز؟ مثل ذكرنا الان ضربات القلب فيما يخص الغده الدرقيه مستمره وليست متقطعه، بالنسبه لضيق التنفس في بعض الاحيان بيحصل التضخم في الغده الدرقيه بيبقى اكثر من الشكل الطبيعي، وبيوصل تحت عظام الصدر، ويبدأ يحصل خنقة للمريض. الغدة ذاتها تصل الغدة إلى أسفل. أسفل في أنواع في أنواع، مش كل مش ده مش كل الأمراض، ولكن بعض الأنواع بتوصل للي هي بتبقى تحت أسفل عظام الصدر، وبتوصل لمرحلة تضخم كبيرة جدا، وبتبدأ تحصل خنقة للمريض، صعوبة بالبلع. أي كأنما هي تضغط على القصبة الهوائية. إنها بتضغط على القصبة الهوائية اللي إحنا شفناها في الصورة. معناها ضيق التنفس أو الاختناق هنا نتيجة الضغط على القصبة الهوائية. نتيجة الضغط على القصبة. جميل. الهوائية. نتيجة الضغط من تضخم الغدة الدرقية طبعا. بنلاقي بنشوف طبعا الإسهال بيبقى مميز في موضوع الغدة الدرقية وزيادة هرمون الغدة الدرقية بالنسبة للجهاز الهضمي. بنلاقي طبعا مشكلة موجودة، ودي من إحدى المشاكل الرئيسية لزيادة هرمون الغدة الدرقية، عدم تحمل الحرارة. زي ما احنا قلنا في الاول ان الغده الدرقيه مسؤوله عن مستويات ضبط حراره الجسم، عدم تحمل الحراره. الشكوى بتيجي كالاتي: جو برد، او بلاد بيبقى فيها الجو برد شديد، والمريض حاسس بحر، حر شديد، ممكن يتعرق، وممكن يحصل تعرق شديد، ودي من برضو احدى الاعراض اللي بنشوفها لزياده هرمون الغده الدرقيه، التعرق الشديد. يعني هو يشعر بسخونه في جسمه، بيشعر بسخونه في جسمه مع ان الجو برد شديد كمان، هو بيشعر بسخونه. طيب طيب عودا على نقطة الإسهال، أكرم الله الجميع، الإسهال دكتور ما الذي يميزه في نشاط الغدة الدرقية؟ لا ما فيش أعراض، هل يكون دائم يومي؟
لا بص حضرتك الاعراض كلها لا تتميز لهرمون الغدد الدرقيه، هي الاعراض كامله لازم تكون مجموعه الاعراض مع بعض كلها، لان زي ما قلت لحضرتك بتاثر على خلايا الجسم كله، فالاعراض بتبقى متكامله. القلب طبعا مش كل المرضى ممكن يجي لهم نفس الاعراض، ممكن اعراضين ثلاثه من اللي احنا قلناهم بس. لما يبدا يزيد الهرمون او يزيد عن حد معدلات اخرى يبدا تشوف اعراض اخرى، ويبدا زياده لغايه ما الاعراض تزيد وتزيد في حدتها كمان. وتزيد يعني هي مؤشرات ان اجتمعت جميعا فهذا يعطيني دلالات اكثر. دلالات مش لازم جميعا، ممكن عرض واحد بس من ده يديني دلالات الغدد الدرقيه بها نشاط. ماذا كذلك دكتور؟ هذه معلومات ما شاء الله يعني ثريه. الجلد طبعا بيبقى فيه جفاف بالجلد واحمرار بالجلد في الجلد كله، في الجلد كاملا، في الجلد كاملا جفاف واحمرار تساقط في الشعر غير عادي، تساقط في الشعر غير عادي. انا عارف ان الشكوى دي يعني بعض السيدات هم الاخص اللي قلنا زي ما قلنا اللي هم بيصابوا بامراض الغده الدرقيه عندهم الشعر بيتساقط طبيعي زي لاسباب اخرى، ولكن ده تساقط غير طبيعي وبيوصل لبعض الاحيان لمناطق صلع في مناطق معينه براس المريض. بنشوف طبعا، ودي من اهم الحاجات اللي هنتكلم عليها، اضطرابات الطمس. اضطرابات الطمس في نشاط الغده الدرقيه بيحصل قله بالطمس، قلة واحيانا بيقف. عدم القدرة الجنسية على الانجاب. عفوا، في النشاط الغدة الدرقية يحصل قلة في الطمس، قلة في الطمس بل انعدام احيانا، احيانا بيوصل لانعدام الطمس، وبالتالي في عدم القدرة للانجاب. واحيانا شوف اهمية الغدة الدرقية، احيانا يكون السبب الرئيسي لعدم الانجاب هو الغدة الدرقية بس فقط وعلاجها بسيط جدا ومجرد ضبط الهرمون، تتعدل هذه الاشياء، تتعدل الموضوع. جميل. برضو عدم القدرة الجنسية للرجال بيحصل منه بعض الاضطرابات الهرمونية نتيجة زيادة في إفراز الهرمون الغدة الدرقية، وبيحصل برضو عدم الإنجاب من ناحية الذكر مش الأنثى بسبب هرمون الغدة الدرقية ونشاط بالغدة الدرقية. بالنسبة لمرض جريفز اللي يميزه عن بقية الأسباب اللي احنا قلناها وهو جحوظ العين، وعايزين نشوف الصورة إن شاء الله. جحوظ العين، جحوظ العين، لما يحصل فيه جحوظ في العين مع أعراض الغدة الدرقية ده مرض جريفز، اللي احنا قلنا 40-60% من أسباب نشاط الغدة الدرقية هو مرض جريفز. معناها ممكن نشاهد الصورة الآن تظهر بعد قليل على الشاشة، معناها هذه ما نراها هي حضرتك زي ما انت شايف الصورة، الشخص ده مش بي 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 يعني مش بيمثل او شيء، لا ده هو ده الطبيعي، هي دي النظرة الطبيعية له، ممكن يدخل عليها العيادة يبقى بنظرته يعني كده. فتحت العين الطبيعية بهذا الشكل، ليست انه هو متقصد ان يفتح عينه بقوه، مش متقصد خالص، ده هو الطبيعي ماشي كده. اول ما بيدخل على العياده بعرف اللي هو عنده زياده في نشاط هرمون الغده الدرقيه وعنده مرض جريفز بالاخص. لان بيحصل طبعا جحوظ بالعين زي ما انت شايف حضرتك كده في الصوره. نعم. طيب دكتور، بالنسبه لنشاط الغده الدرقيه مع الاسباب الاخرى غير جريفز ما يحدث فيها جحوظ العين؟ لا ما يحدث فيها جحوظ، ما يحدث، لان مرض جريفز هو التهاب، اسف، مرض مناعي ذاتي، وبيحصل بعض الالتهابات المناعية الذاتية في قاع العين ويبدأ يحصل جحوظ في العين بسبب المناعة، اضطرابات المناعة الذاتية بسبب مرض جريفز. بعض الاضطرابات المناعية الذاتية اللي بتحصل خلف العين فبيبدأ يتكون بعض المضادات اللي بتبدأ تعمل جحوظ بالعيون. طيب هل من أعراض أخرى؟ أعراض كتيرة. ما تركت لنا شيء دكتور. ما في شيء. الجلد زي ما قلنا بيبقى فيه احمرار، تساقط الشعر. هل لها اثر على النمو لو حدثت في مثلا صغار السن او على يعني عاده ما بنشوفهاش في صغار السن، الكسور هو اللي ممكن يحصل منه اعراض، وهنشوفه ان شاء الله في الحلقه ان شاء الله في الحلقه بعد. طيب لدينا استاذنك دكتور، لدينا اتصال ونعود. تفضل. رحاب من مصر، اهلا بك يا رحاب. اهلا بك، بفضلك كنت عايزه اكلم دكتور محمد رمضان. تفضل يسمعك الدكتور. اهلا بك يا رحاب، اهلا بك. اولا انا بحييك على الحلقه الجميله دي، ويا ريت انك تعمل لنا حلقات كتير لان احنا فعلا مستفيدين منك. اهلا بك يا رحاب، اهلا بك، تشرفي. ايوه اتفضلي. كنت عايزه اسالك دلوقتي، انا عندي تضخم في الغده الدرقيه. تمام. وعملت فحوصات والفحوصات كلها طلعت نورمال. تمام. فهو في علاج للتضخم؟ يعني الفحوصات طلعت طبيعية، يعني في تضخم في الغدة الدرقية ورجعتي للطبيب وعملتي الفحوصات طلعت طبيعية ولكن في تضخم. اه طيب التضخم ده شديد يا رحاب؟ يعني كبير ولا واضح؟
واضح يعني هو واضح فعلا. واضح. طيب بيبقى في صعوبة في التنفس أو بيضايقك ولا مفيش أي مشاكل منه خالص؟ لا هو واضح بس لكن هو مش عامل لي مشاكل. كويس، دي شكوى شهيرة طبعا جدا. طيب رحمة، شكرا لك يا ريحة. وكنت عايزة أسألك على حاجة كمان. اتفضلي. هي الغدة الدرقية دي وراثة؟ طبعا. يعني فيها نوع من أنواع الوراثة؟ طبعا، احنا اتكلمنا في الحلقة دلوقتي. طيب تستمعين للجواب ان شاء الله يا رحاب، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب احنا سنجيب عن رحاب في فترة الإجابة عن الأسئلة، والسؤال هذا مهم وهو أحد محاورنا. أحد محاورنا إن شاء الله. جميل. طيب دكتور، كنا وقفنا عند الأعراض، هل من أعراض إضافية أخرى أو تقريبا دي أشهر الأعراض اللي بنشوفها وأشهرهم بالأخص التعصب الشديد؟ نراجع الأعراض تاني، نراجعها. التعصب الشديد، الإحساس بالعرق، الإحساس التعرق الشديد، الإرهاق الشديد، عدم القدرة على التركيز، الحركات اللا إرادية، الرعشة باليدين، انخفاض الوزن، انخفاض الوزن، خفقان بالقلب، زيادة في سرعة ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، الإسهال، تساقط الشعر، يعني دي أشهر الأعراض اللي بنشوفها. نشاط الغدة الدرقية دكتور يتصاحب بخمول؟ لا. أو نشاط؟ لا، حركي. بيصاحبه نشاط حركي، نشاط. ما بيحسوش بالخمول خالص. يعني الشخص يكون يعني اكتف جدا او هو نشيط جدا. بيبقى نشط فعلا وحاسس اللي هو نشط او اكتف، وزي ما بتقول حضرتك، ولكن هو عنده مشاكل تانية. هو متعصب، بيعرق، مش متحمل الجو، وما عندوش ضبط المستويات الحراره. يعني يضطرب نومه، النوم يكون مضطرب جدا طبعا، اليوم يكون مضطرب ولا كاد لا يكون لا ينام. طيب دكتور، الآن لما يأتيني شخص إلى العيادة ويبدأ يشتكي من عدد من هذه الأشياء أو جزء منها، أنا كطبيب كيف أبدأ أشخص إن كان لديه هناك نشاط في الغدة الدرقية أو هي طبيعية؟ طبعا إحنا بنشوف المريض ولازم ناخد منه التاريخ المرضي، لازم ناخد تاريخ الوراثي للعائلة، لازم بفحص المريض كويس جدا. وأول شيء أنا بفحص الأعراض اللي جاي بيها المريض. ما بيجيش يقول لي أنا الغدة الدرقية بتاعتي تعبانة، هو جاي يا بيشتكي من خفقان في القلب، يا بيشتكي تساقط في الشعر، تساقط في الشعر، الأعراض اللي انخفاض في الوزن، الأشياء اللي وجاي يعرف إيه الحكاية إيه. فأنا بشك في أول حاجة بعملها، أول شيء في طريقة التشخيص بعد الفحص المريض كويس جدا. وفي بعض العلامات بتبين لي بنسبة، يعني بوصل للتشخيص ممكن بنسبة 70-80%، زي مريض جريفز لو عنده جحوظ في العين وبيشتكي من الأعراض دي، ده أكيد عنده زيادة في هرمون الغدة الدرقية. بفحص هرمونات الغدة الدرقية الثلاثة اللي قلنا عليهم أول حلقة، الهرمونين اللي هم التي 3 والتي 4، ودول اللي بيتفرزوا عن طريق الغدة الدرقية. جميل. وهرمون المحفز للغدة الدرقية اللي اسمه التي اس اتش، اللي هو بيطلع من الغدة النخامية. معناها هذول الثلاثة كتحاليل، بعد اول شيء التاريخ المرضي، ومن ناحيه التحاليل هذول الثلاثه هرمونات تي 3 تي 4 وتي اس اتش بالضبط هم الفيصل في الحكم على وظيفه الغده الدرقيه. هم مش الفيصل، هم اللي بيدوني دلالات اللي فيه زياده في نشاط الغده الدرقيه. جميل. اول ما بعرف اللي فيه نشاط في الغده الدرقيه، عايز اعرف اني واحد فيهم الاسباب اللي احنا قلناهم. احنا قلنا اسباب كتير، هل هو مرض جريفز، هل هو التضخم الغده الدرقيه، اجسام متعدد العقد. فببدا اطلب بعض الفحوصات، مثلا زي اشعه الالترا ساوند او الموجات الصوتيه على الغده الدرقيه. جميل. عايز اشوف شكل الغده ايه، التضخم فين، في الفص الايمن، في الفص الايسر، ولا هل في الفص في الفصين، هل التضخم شامل للغده الدرقيه، هل في مشاكل تانية غير التضخم في الغده الدرقيه، زي مثلا العقد الليمفاويه متضخمه ولا لا. ببدا اخد فكره بالصور، بصوره الاشعه الموجات الصوتيه عن شكل الغده الدرقيه. جميل. بعدين عشان ابدا افرق ما بين بعض الاسباب للنشاط في الغده الدرقيه، بعمل حاجة اسمها التصوير المشع باليود، أو اختبار امتصاص اليود لجسم الغدة الدرقية. اختبار امتصاص اليود للغدة الدرقية ده مهم جدا، بنستخدم فيه يود اسمه يود 123. كيف يستخدم هذا، عن طريق الحقن أو طبعا المشاهدين طبعا اتخضوا أول ما قلت يود ومشع و الموضوع بسيط جدا، هو عبارة عن حباية أو بيتاخد عن طريق سائل. المريض بيجي يصوم قبلها بساعتين، بنديله السائل ده وحباية واحدة بس، بياخدها بيصوم بعدها بساعة، بيروح البيت بعد 24 ساعة بيجي للتصوير، بيحصل امتصاص لليود من الغدة الدرقية، ويجي بعد 24 ساعة بعد ما يحصل كامل الامتصاص، بنيجي نعمل له تصوير أو مسح للغدة الدرقية باستخدام اليود المشع، وبنشوف إيه الغدة الدرقية. ده بيقدر يفرق لي لو حصل امتصاص لليود بنسب كبيرة،
ده بيفرق لي مثلا اللي ده فيه مرض جريفز او فيه تضخم سام اللي قلنا عليه تضخم الغده الدرقيه السام. لو مفيش امتصاص لليود بصوره كافيه ده بيشخص اللي ممكن تكون دي التهابات بالغده الدرقيه ومسببه نشاط في الغده الدرقيه، وده اللي هنتكلم عنه. جميل. سنخرج الى فاصل ثم نعود لنرى كيف نفحص الغده الدرقيه وكيف نعالج نشاطها. تفضل. فاصل ونعود لنواصل، ابقوا معنا ايها الاخوه والاخوات. إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. معلومة طبية في دقيقة. تحدث اليوم عن اعتلال الشبكية السكري، وهو أكثر الأمراض شيوعا في المنطقة، خصوصا في المملكة العربية السعودية، حيث أحدثت دراسات بينت أن المصابين بمرض السكر في المنطقة تقريبا 25% للأشخاص فوق سن 40 عام. المرض السكري هو مرض يؤثر على جميع أعضاء الجسم، بالأخص العين والقلب والأعصاب. أنواع اعتلال الشبكية السكري نوعين: تكاثري، اعتلال الشبكية السكري تكاثري، واعتلال الشبكية السكري غير تكاثري، وقد يكون مصحوب بترشحات في مركز الأبصار. أكثر الأعراض التي تؤثر على النظر في مرضى اعتلال الشبكية السكري هو ترشحات مركز الأبصار. هناك عدة طرق لعلاج ترشحات مركز الأبصار، منها الليزر الضوئي والحقن الجسم. إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأخوة والأخوات في حلقتنا عن الغدة الدرقية واضطراباتها مع الدكتور محمد رمضان. نواصل مع ضيفي دكتور محمد. الآن تحدثنا عن الغدة الدرقية من ناحية فسيولوجية ووظيفية، ثم تحدثنا عن فرط نشاط الغدة الدرقية، تحدثنا عن الأسباب وعن الأعراض بشكل مستفيض في ذلك، ثم بدأنا في طريقة التشخيص. كيف الآن أتت التحاليل واكتشفت أن هناك ارتفاع في الهرمونات مع الأعراض، فشخصت الحالة أنها نشاط في هرمون الغدة الدرقية، ما الخطوة التالية؟ العلاج. كيف؟ العلاج. سبحان الله، المريض دايما بيحب دكتور الغدة الصماء، يعني بيحبه جدا. ليه؟ المريض جاي بيشتكي من تساقط في الشعر، زيادة في ضربات القلب، عامل مشاكل في البيت بسبب العصبية الشديدة، بديله أقراص. الأقراص دي بياخدها لو مرتين في اليوم أو 3 مرات في اليوم بجرعات معينة حسب الفحوصات، وبيجي لي بعدها بشهرين مبسوط جدا وكل شيء بدأ ينتهي، أو 3 شهور، وأحيانا بتوصل ل6 شهور تبدأ الأعراض تدريجيا تختفي.
يبدا الشعر يطلع، يبدا التعرق يروح، النوم بتاعه يتظبط، الاكل بتاعه يتظبط، الوزن بتاعه يتظبط، كل شيء تبدا تتظبط تاني مع هرمون الغده الدرقيه لما يبدا يقل نشاط الغده الدرقيه. معناها جميع الاعراض التي كان يشتكي منها المريض هي اعراض مؤقته. مش مؤقتة، هي أعراض بسبب زيادة هرمون النشاط أو زيادة هرمون الغدد. يعني ليست دائمة طول العمر، إذا عدل الهرمون ستزول مع الأعراض، مش كل الأعراض طبعا. زي بعض الجحوص في العين. الجحوص في العين طبعا احنا بنستشير أطباء العيون في الموضوع دوت، وإحنا بنخلط المريض يراجع طبيب العيون وبيبدأ يديله. بعض المرضى بيحتاجوا، بيوصلوا لهم يحتاجوا كورتيزون، يعني عن طريق الفم، يعني عن طريق القطرات، وبيبدا رحلته مع طبيب العيون بخصوص الجحوز العيون. ولكن بعض الحالات، وبعض الحالات كتيره، بتقل الجحوز بالعين او بيقل بصوره طبيعيه بعد اخذ العلاجات المثبطه او المضاده لهرمون الغده الدرقيه. جميل. طيب دكتور، لدينا اتصال سلمى من الجزائر. اهلا بك يا سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا سلمى؟ عندي سؤال. أمي تعاني من الغدة الدرقية مدة سنتين. عندها أمي عندها زيادة وزن، العكس، عندها زيادة وزن، عندها زيادة وزن ومشاكل في القلب. هل هم عندهم علاقة بالغدة الدرقية؟ هذا هو سؤالي، وشكرا. شكرا لك يا سلمى. شكرا يا سلمى. طيب دكتور، الآن ذكرت أنه من الأعراض التي قد لا تزول جحوظ العينين، هل هناك أعراض أخرى غيرها قد تبقى وتستمر حتى وإن تم تعديل الهرمون؟ لا، كل الأعراض بتبدأ تزول تدريجيا مع ضبط هرمون الغدة الدرقية بتبدأ الأعراض. وهما اثنين علاج اللي بتاخده، في بعضهم مشهور في بريطانيا وبعضهم في الولايات المتحدة. احنا في بلدنا عندنا الاثنين، وهم اسمه البروبايل سايوراسيل والميسميازول أو الكاربيمازول، مشهورين بالاسمين دول وموجودين في بلادنا، ما فيش اي مشاكل، متوفرين واسعارهم متوفره في جميع البلاد، اسعارهم بتبقى في متناول اي حد اللي هو ياخدها. وهل يضطر المريض ان ياخذ هذه الادويه طول العمر؟ ده هنا بقى السؤال، وهنا الاختلافات اللي هتيجي. المريض بنعطي له العلاج لغايه لما يوصل هرمون الغده الدرقيه يبقى طبيعي، ويبدا المريض يتحسن من ناحيه الاعراض. وهنا بقى القرار، هل لازم نتكلم مع المريض، لازم الدكتور يتكلم مع المريض؟ طبعا احنا بنجري الخطوه الثانيه من العلاج. قبل الخطوه الثانيه دكتور ناخذ اتصال. تفضلك. لدينا هبه من مصر، تفضلي يا هبه. الو. الو، اهلا بك يا هبه. نسمعك يا هبه. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اسمعينا من الهاتف واغلقي التلفاز يا هبه. انا قافله. طيب تفضلي. انا كنت عايزه اسال بس الدكتور محمد رمضان، هي الحقيقه الحلقه كويسه جدا ومستفيدين منها، انا بس كنت عايزه اعرف الغده الدرقيه ايه علاقتها بموضوع الحرق؟ عشان كانوا بيقولوا لي لازم الاول نشوف الغده الدرقيه فيها مشكله ولا لا عشان موضوع الحرق. حرق الدهون تقصدين؟ حرق الدهون ولا نعم. تمام. طيب وضح سؤالك، شكرا لك يا هبه. شكرا. طيب دكتور، كنا نتحدث عن الخطوة التالية، عندما هل يتوقف المريض عن أخذ العلاج أو يستمر فيه؟ يستمر. إحنا بندي العلاج زي ما قلت لحضرتك، الحبوب بياخدها لغاية ما يحصل مستويات طبيعية لهرمون الغدة الدرقية، بعدين بنبدأ نتكلم مع المريض. الخطوة التانية وهي استخدام اليود المشع، وهي استخدام اليود المشع ولكن مختلف عن اليود اللي إحنا شخصنا به، هو يود أكثر إشعاعا واسمه أيودين 131، وده هو أيودين علاجي بيتاخد عن طريق الفم او عن طريق سائل، حبايه واحده، بيبدا يدمر خلايا الغده الدرقيه. يدمر خلايا الغده الدرقيه عن طريق حبايه واحده او سائل، بيبدا يحصل تدمير لخلايا الغده الدرقيه. لمده كم؟ هي مره واحده. هي جرعه واحده. جرعه واحده بس. والتدمير هذا نسبي؟ تدمير كامل للغده الدرقيه. وبعد ذلك بيبدا تبدا الغده الدرقيه تفرز المخزون. بعد التدمير يبدا يحصل تفرز المخزون الموجود، عشان كده بعدها بيوم او اثنين او ثلاثه بنحس المريض بدا يحس باعراض، لانها بدات تفرز المخزون اللي في الغده الدرقيه في مجرى الدم. بعدها يبدا يحصل خمول في الغده الدرقيه ونعطي هرمون تعويضي مدى الحياه. اذا هذا بالنسبه للنشاط. احنا الان انتقلنا دراماتيكيا الى انا بعد ما حصل تدمير للغده الدرقيه، فمش هيبقى فيه هرمون للغده طبعاً. الدرقيه، فلازم أكمله أنا بهرمون تعويضي. إذن قد يسأل سائل دكتور، في كلا الحالتين أنا ما زلت أخذ علاج طيلة العمر، لماذا انتقلت من جعلتني أنتقل من فرط النشاط إلى الخمول؟
زي ما قلت حضرتك قبل ما اتكلم خالص، قلت لك احنا بنقعد نتكلم عن المريض لان في حل ثالث، حل ثالث وهي الجراحه. الجراحه او الجراحه. نعم. الجراحه واستئصال الغده الدرقيه كامله او جزء منها. كامله الاستئصال كامل او جزء حسب نوع المرض، حسب لو نوع زي جريفس هتتشال كامله. تمام. لو حصل تضخم شامل في الغده الدرقيه هتشال، لو تضخم في فص واحد هيتشال فص واحد بس. جميل. لو تضخم في عقده واحده هتتشال فص برضو واحد، حسب الاسباب اللي مسببه لنشاط الغده الدرقيه. طيب. مش هتبقى حاجه يعني، حاجه بتبقى لسه حسب دكتور الجراح هو اللي بيحدد الموضوع. طيب. لدينا اتصال محمد من الجزائر، اهلا بك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه عليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله يا محمد، اهلا بك. تفضل سؤالك يا محمد. أدي سؤال، يعني عندما يكون المريض غدة درقية ويرجع الهرمون إلى عائلة الطبيعية، يعني عائلة الطبيعية ممكن ترفع صوتك قليلا وتتحدث معنا بهدوء قليلا محمد؟ المريض عندما يرجع الهرمون تاعه يكون مرتفع ويرجع إلى عائلة الطبيعية بالدواء، بالدواء يرجع عندما تعود طبيعيه يعني بالدواء، يكون في يصبح في عادته الطبيعيه بالدواء. تمام. طيب ما السؤال تحديدا يا محمد؟ هل يتوقف عن اكل الدواء اذا رجع الهرمون الى عادته الطبيعيه؟ هل يتوقف ام لا؟ حسنا تسمع الجواب ان شاء الله يا محمد. تقريبا محمد يعني سؤاله في نفس المحور تحديدا. طيب لو احنا جينا اعطينا العلاج اللي هو الاقراص وحصل حساسيه مفرطه من الاقراص ده، هيبقى عندي الخيارين التانيين اللي هم اليود المشع او الاستئصال الجراحي. طب افرض المريض حضرتك برضو عنده حساسيه من اليود المشع، او بعض المرضى من مرض جريفز عندهم جحوظ في العين شديد، هيبقى اليود المشع خطر بالنسبه لهم. ليه؟ اليود المشع لا يستخدم في امراض الجحوظ العين لما تكون بصوره شديده، لا يستخدم للاطفال اقل من 5 سنين، ولو المريض مدخن وعنده جحوظ في العين بيبقى خطر عليه برضو اللي احنا نستخدم اليود المشع، وخطر في الحمل والرضاعة. فهي العملية مش يعني مش فيش علاجات محددة، انا لازم اشوف حالة المريض اللي قدامي ايه اللي يحتاجه. يعني مثلا احنا مثلا انا اديت مرة اليود مشع وبعد ما بدأ ياخد جرعة اليود المشع حصل حساسية منه. اي نعم احنا بندي بعض الادوية زي الهستامين عشان ما يحصلش حساسية من اليود، وحصلت. فانا لازم ما ينفعش ان انا ادي المريض اكتر من اللازم اليود المشع، فهبدأ في استئصال الجراحي. فبختار يا الاستئصال الجراحي يا اليود المشع، ولكن اليود المشع هو ثاني خطوه في علاج مريض الغده الدرقيه عشان يوقف العلاج. هو ثاني خطوه. ثاني خطوه. طيب اتصال اخر لدينا، فوزيه من الجزائر، اهلا بك يا فوزيه. فوزيه اسمعينا من الهاتف واغلقي التلفاز يا فوزيه. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فوزيه من الجزائر، السلام عليكم. اهلا بك يا فوزيه. تفضل يا فوزيه سؤالك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور وليد، السؤال على عندي انا غده درقيه في الكلوه، عندي غده درقيه ديرت لي في الكلوه، قالوا لي لازمك تنحيها، ولا طونسون طلع لي بزاف، الضغط يطلع لي بزاف، قالوا لي لازمك هذيك الغده تنحيها، وانا خايفه ندير العمليه الجراحيه وحايد يخوفوني، قالوا لي ماشي مليحه، قادر يقيسوا لك الكلوه تاعك، قادر، وحايد قالوا لي ديريها نورمال عادي. بدي يا دكتور تعيش يعني تنصحني ندير هالعملية هذه ولا لا؟ ربي يجازيك. طيب شكرا لك يا فوزية. لدينا نانسي من مصر، تفضلي يا نانسي. ألو. أهلا بك يا نانسي. أيوة أهلا بك، تفضلي سؤالك نسمعك. لو سمحت ممكن أكلم دكتور محمد؟ يسمعك الدكتور محمد. أهلا بك يا نانسي، تفضلي. لو سمحت يا دكتور، الاول ميرسي خالص على الحلقه الجميله دي، وكنت حابه بس اسالك، انا حامل في الشهر الخامس، ودكتور بتاعتي اكتشفت ان انا عندي خمول في الغده الدرقيه، فكتبت لي على علاج وقالت لي لازم اخده طول فتره الحمل. انا بس كنت عايزه اطمن، هل الخمول اللي بيجي في الحمل ده بيأثر على البيبي يعني، وهل هيستمر معايا بعد الولادة، ولا ممكن بعد ما أولد خلاص يرجع الغدة طبيعية خالص وما اضطرش ان انا امشي على علاج فور؟ وانت شخصتي الغدة الدرقية في بداية الحمل، ولا انت كان عندك الغدة خمول في الغدة الدرقية ما قبل الحمل؟ لا، ما كانش عندي اي حاجة، ما كنتش بشتكي خالص من الغدة قبل الحمل. واكتشفتيها يعني في يعني اي شهر من الحمل؟ اكتشفناها من شهرين، يعني كنت في الثالث. طيب شكرا لك يا نانسي، تستمعين الجواب ان شاء الله.
لدينا اتصال ولاء من السعودية، تفضلي يا ولاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا ولاء. ممكن أكلم الدكتور محمد رمضان؟ يسمعك الدكتور، تفضلي يا ولاء. أولا يعني جزاكم الله خير على الحلقة، بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، يعني معلومات أفادتنا كلنا. بس دكتور سؤال بس، يعني حاليا زيادة الوزن اللي بتحصل بسبب نقصان هرمون الغدة الدرقية، بعد أخذ العلاج ممكن الوزن يرجع لطبيعته بفترة قد إيه بالظبط؟ وكمان يعني موضوع البحة في الصوت بترجع فعلا لطبيعتها تاني، ولا برضو ديت مش من الحاجات اللي ممكن ما ترجعش؟ تمام. طيب شكرا لك يا ولا، شكرا لك. دكتور الأسئلة كثرت والمواضيع كثرت وكلهم فتحوا مواضيع مختلفة عن بعض ومهمة جدا. طيب فنحن الآن نريد أن نلملم أطراف الموضوع ونجيب عن الأسئلة. بالنسبة الآن كنا وقفنا عند مرحلة العلاج، وذكرنا أنه عندما تعود مستويات الهرمون إلى طبيعتها، هنا يكون القرار ما بين الطبيب والمريض وفقا للمصلحة، إما بعملية جراحية أو باليود المشع. اليود المشع الأول قبل العملية الجراحية. أنت ذكرت الثاني، ان الخيار الثاني اليود المشع الخيار الثاني بعد الحبوب، اليود المشع الخيار الثاني والخيار الجراحي بعد الحبوب. نعم. حسب حاله المريض. جميل. يعني لو كان تضخم شديد هيبقى الجراحه طبعا. طيب اذا لن ندخل في تفاصيل كثيره في ذلك لان الامر نسبي ويختلف. نسبي. لناخذ الاسئله ونجيب عنها واحد واحدا. كان لدينا اتصال رحاب من مصر، تعاني او تسال عن تضخم، لديها تضخم في الغده الدرقيه في ناحيه الحجم لكن الهرمونات طبيعيه. طبيعيه طبعا، ده سؤال مشهور جدا، احنا بنشوف في العياده كتير جدا المريضه جايه بتشتكي اللي فيه تضخم في الغده الدرقيه، وبنبعتها لها تعمل فحوصات، مفيش اعراض خالص، ما عندهاش اي اعراض تماما، بتيجي الفحوصات تطلع طبيعيه. هنا بيبقى قرار. اول حاجه احنا استاذنك دكتور باتصال ونعود. لدينا عبد الله من السعوديه، تفضل يا عبد الله. عبد الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله وبركاته، اهلا بك. اهلا بك يا عبد الله، تفضل سؤالك. الحمد لله، حياك الله. اهلا بك عبد الله. الحمد لله. انا بغيت استفسر من ناحيه، انا عندي التحليل التي 3 مرتفع بنسبه 22 او 23. تمام. لا النسبه التي 4 وضعه طبيعي، بس التي 3 مرتفع بنسبه بسيطه. تمام. والتي اس اتش، يا والتي اس اتش اللي هو التحليل الفحص الثالث يا عبد الله؟ والله اتوقع ان شاء الله انه تمام. اتوقع تمام، يعني هو التي 3 بس اللي عالي. طيب انت حضرتك بتشتكي من اعراض ولا ما فيش اعراض؟ والله انا اشتكي من برودة الاطراف بالذات الرجلين حتى الصيف. برودة الاطراف بس، ما فيش اي اعراض؟ ما فيش اي اعراض ثانيه غير برودة الاطراف؟ لا ما لاحظت شيء ثاني الصراحه، بس البرودة يعني مأذيتني الصراحه. وتحليل التي 3 هو اللي عالي، والتي 4 والتي اس اتش انت قلت لي اللي هم طلعوا طبيعيين عندك في الفحص. ايه ان شاء الله انهم طبيعيين. في اي يعني حد في العائله بيشتكي من امراض الغده الدرقيه؟ والله فيها قبل جدي كان فيه سابقا. كان بيحتاج. كان بيحتاج. إيه؟ حاضر عبد الله، اسمعنا في الحلقه وحنجاوب على سؤالك ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا يا عبد الله. خليك عبد الله. شكرا. طيب دكتور، عذرا، كنا نتحدث عن نجيب عن سؤال رحاب، التضخم وهو موضوع مهم، تضخم الحجم وال طبعا دي ما فيش اي مشاكل خالص، ممكن تسيب الغده الدرقيه متضخمه حسب التضخم. حالتين هبعت المريض يعمل فيهم جراحه. لو المريضه قالت لي اللي هي او المريض قال الشكل الغده الدرقيه تجميليا مش عاجبها، شكل تجميليا هعمل لها جراحه، ولازم هتكلم معاها في خواطر مخاطر الجراحه من مخاطر التخدير و و و، او التضخم كان شديد جدا اللي بيحصل لها صعوبه بالتنفس او بيحصل لها صعوبه بالبلع او بتحصل زي ما بيقولوا شرقه، هعمل المريض. غير كده مش هنعمل اي حاجه غير اللي احنا هنخلي المريض تتابع معانا كل 6 شهور تعمل فحص للغده الدرقيه، لان احتمال يكون نوع من انواع الالتهابات الغده الدرقيه اللي هو يتحول لقصور ما بعد ذلك، فلازم المتابعه. اها، اذا المتابعه مهمه جدا. المتابعه مهمه بفحوصات الهرمونات الغده الدرقيه. وموضوع الشكل هذا يعتمد على رغبتها من ناحيه تجميليه او لو كان شكلها شكلها يعني تجميلية أو في تضخم شديد محتاج اللي هو يتشال لأنه عامل بعض الأعراض. ولو عملنا أشعة الموجات صوتية وبعض الدلالات اللي أنا شاكك اللي هو ممكن يكون ورم سرطاني أو شيء، بعمل عينة للغدة الدرقية عشان أطمن تماما. طيب. وبطمن المرضى العينة حاجة بسيطة جدا، ما بتحتاجش أي تجراء تخدير أو شيء، بيبقى تخدير موضعي وبياخدوا عينة من الغدة الدرقية عشان يطمن. جميل. طيب سلمى من الجزائر، والدتها لها 2 سنين تعاني من الغدة
ولديها أعراض في القلب وتتناول العلاج، ما توجيهك؟ طبعا أنا يعني هي ما قلتلناش فحوصات الغدة الدرقية بالضبط، بس لازم تكون هي بتقول اللي فيه قصور بالغدة الدرقية وبتاخد العلاج. ممكن أن يكون العلاج غير كافي، ولذلك لازم تعمل فحص لهرمون الغدة الدرقية وتطمن إن الهرمون وصل لمستوياته الطبيعية، لأن لو وصل لمستوياته الطبيعية لازم الأعراض اللي بتيجي في 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 القلب تبدأ تتراجع وتتراجع. لو ما وصلش للهرمون للصورة الطبيعية مش هتتراجع. وزي ما قلت احنا هنقول أعراض القصور اللي هو يعني عشان أقول أرد على سلمى، هذه أعراض القصور ستأتينا في محور آخر، لأنه الأسئلة دكتور كثيرة حقيقة ونعود ندرك والموضوع كبير وهم، يعني أنا شايف كل الناس سألت أسئلة مختلفة كمان يعني. جميل. طيب فمعناها أنه سلمى لابد والدتها أن تراجع الطبيب وتتأكد هل عاد الهرمون إلى طبيعته أو تحتاج أن تعدل الجرعة. تعدل الجرعات العلاج. جميل. طيب هبة من مصر سألت سؤال عن الغدة الدرقية وعلاقتها بحرق الدهون. زي ما احنا قلنا في أول الحلقة أن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي. تمام. حرق الدهون بيحصل لما يحصل نشاط في الغدة الدرقية، ولذلك المريض بيحصل عنده نقص في الوزن شديد، فبيحصل نسبة الحرق بتزيد بصورة غير طبيعية، ودي عشان في نشاط في الغدة الدرقية. ولكن لو الغدة الدرقية بصورة منتظمة والهرمون طبيعي ومنتظم مش هيحصل حرق للجسم، هيحصل الطبيعي بتاع المنور. جميل. معناها الموضوع الحرق في حال إذا كانت الغدة الدرقية نشطة سيكون تلقائي. تلقائي. طيب في حال القصور سنأتيه في محور القصور. طيب محمد سأل من الجزائر عن موضوع متى نتوقف عن العلاج، أو هل نتوقف عن العلاج إذا عادت الهرمونات لقياسها الطبيعي، وأتوقع أجبنا عن هذا السؤال. لدينا اتصال من السعودية، سعاد من السعودية. انقطع الاتصال. طيب فوزية من الجزائر دكتور، لديها الغدة الدرقية وتتناول العلاج ونصحوها بعملية، فهي تستشيرك هل تقوم بإجراء العملية أو لا؟ هي كانت قصور، يعني هي كانت بتتكلم في قصور تقريبا، هي كان في نوع من الخلل في الصوت، لكن ذكرت جانب كذلك الكليه مع الغده. انا اللي سمعته منها اللي هي بتقول في مشاكل في الغده اللي فوق الكليه. اي نعم. اللي هي غده قذريه. قذريه. فهي بتغدر. احنا طبعا في امراض كثيره للغده القذريه، وان شاء الله نقولها في حلقه ثانيه، لان برضو دي من امراض الغده القذريه، دي ما لهاش دعوه خالص بامراض الغده الدرقيه. ولكن لو هي نسبه الهرمونات، انا بجاوب على سؤالها، لو نسبه هرمونات الغده القذريه فيها خلل زي نسبة الكورتيزون أو نسبة الأدرينالين أو فلازم طبعا تتعمل العملية حسب توجيهات الطبيب اللي شافها وعمل لها الفحوصات. جميل. العملية دلوقتي في تقنيات كبيرة جدا، العملية مش خطرة زي أي خطر لأي عملية، زي عملية الزايدة، زي عملية بتتشال الغدة الكظرية وبتاخد هرمون تعويضي لو احتاجت حسب حالة المريض وحسب المرض اللي موجود إيه، لأن هرمون الغدة الكظرية بتفرز ثلاث هرمونات من ثلاث جهات مختلفة. جميل. طيب دكتور، سؤال نانسي من مصر، هي حامل في الشهر الخامس، من شهرين تم اكتشاف أن لديها خمول في الغدة الدرقية وتتناول العلاج. سؤالها هل يؤثر ذلك على الجنين والحمل، وهل سيستمر معها بعد الحمل أم لا؟ طبعا ده سؤال مهم جدا من نانسي، وده من أهم الأسئلة اللي احنا بنشوفه. طبعا هي لازم تكون أمراض الغدة الدرقية مع الحمل أيا كان النشاط أو القصور مهمة جدا، لأن طبعا بتأثر على الجنين بشكل كامل. ممكن يحصل تخلف عقلي للجنين بعد كده، ممكن يبدأ يحصل إجهاض لا قدر الله، وبيحصل عيوب خلقية للجنين بسبب هرمون الغدة الدرقية أيا كان في نشاط أو أيا كان في قصور. معناها الآن الأدوية اللي تأخذها هي مهمة جدا للحفاظ جداً على هذا جدا الجنين. جدا مهمة، ومهم المتابعة مع الطبيب بهرمونات الغدة الدرقية. جميل. ولاء سألت سؤالين نجيب عنهما سريعا. متى يعود الوزن لطبيعته بعد انتظام الهرمون؟ بعد انتظام الهرمون هو طبعا بعد انتظام، هي كانت بتتكلم وبسرعه دكتور لدينا دقيقه واحده، بقت بتتكلم في قصور. الهرمون الغده الدرقيه هو طبعا بيبقى فيه احتباسات للميه داخل الجسم، هو ده اللي بيسبب الوزن الزائد، وفي برضه نسبه الكوليسترول بتزيد، وبيحصل سمنه نتيجه قصور بهرمون الغده الدرقيه. الوزن لما يبدا يحصل تعديل للهرمون بيبدا على فترات، ممكن تاخد من 6 شهور او 3 شهور، من 3 ل 6 شهور بتبدا الوزن يرجع لطبيعي، او حسب احتباسات الميه اللي بتبقى موجوده في الجسم. جميل. اخيرا سؤال عبد الله من السعوديه، التي 3 مرتفع، تي اس اتش والتي 4 طبيعي، ويعاني من بروده بالاطراف. طبعا مش واضح اللي عنده اي اعراض من الغده الدرقيه، والهرمون التي 3 هو
يعني في زياده طفيفه. انا ارجع لعبد الله اللي بعد 6 اسابيع ودي دوره هرمونات الغده الدرقيه يعيد الفحص تاني، وده مهم جدا لانه ممكن يكون نوع من انواع التهابات الغده الدرقيه اللي بتعمل زياده مؤقته وبعد كده يرجع طبيعي تاني. اذا يعيد التحاليل بعد 6 اسابيع ان شاء الله. دكتور محمد رمضان شكرا جزيلا لك. الله يخليك يا دكتور، واهلا بمشاهدي قناه زاد وبرنامج عياده زاد، وفي حلقات اخرى نكمل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. الاخوه والاخوات نعتذر عن اكمال بقيه المحاور والاسئله، لكن نعدكم باستكمالها في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء. واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين كرامة وهناء. وإذا مرضت فمنه ألتمس الشفاء، وبحكمه السراء والضراء. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء.